طفاء الحماني، استاذ جراحه القلب بجامعه اسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، أهلاً وسهلاً زي حضرتك، واهلا بكارديو اليكس اللي بنتجمع فيه كل سنه ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. از كوتشير بيرسون هنا في كارديو اليكس، حضرتك شايف كارديو اليكس ازاي ممكن يساهم في ارتفاع الاداء الطبي لاطباء القلب في مصر؟ والله احنا كارديو اليكس يعني زي الاكسبكتيشن منه، يعني دائما يعني بيبقى في المقدمه. هو مؤتمر يعتبر الان المؤتمر الاول في المجال الطبي يعني في مصر كله، مش في الكارديولوجي بس، مش في القلب بس، مش في جراحه القلب. اعتقد اكبر عدد من الاطباء بيتجمعوا في مؤتمر موجود في مصر دلوقتي هو كارديولوجكس. المؤتمر بيتقدم سنه بعد سنه، تنظيمه غايه في الروعه. الشركه المنظمه يعني اعتقد انها على الحرفيه، تقريبا زي المؤتمرات ان كانتش تفوق المؤتمرات اللي بنطلعها في اوروبا في امريكا. وصلوا الى حرفيه شديده جدا جدا، المواضيع اللي متنقيه كويسه، اللي اتجمع فيها تخصصات كتير من القلب، يعني اطباء القلب اللي موجودين، اطباء قلب من اللي بيعملوا تدخلات، اطباء القلب اللي ما بيتدخلوش، اطباء جراحه القلب، الفيزيشنز، التكنيشنز اللي موجودين، النيرسينج ستاف، هيئه التمريض موجوده بكثره ولهم سيشنز محدده ليهم. الطلاب، دي حاجه ملحوظه يمكن السنه دي كمان، ان في عدد كبير من الطلبه من كليه الطب هنا من اسكندريه. بشوف طلبه كتير بيجوا يسلموا علينا ويعرفوا نفسهم، طالب في سنه 5، طالب في سنه 6، ودي خطوه جميله جدا ان الطلبه يبتدوا يحطوا رجلهم على الاقل، يشوفوا اساتذتهم وهم بيعملوا الابحاث وبيقدموها، ودي هتشجعهم ان شاء الله وهتقدم كتير. واعتقد ان المؤتمر ده هيطلع بكونكلوجنز كتير قوي تفيد المجال، مجال جراحه القلب ومجال القلب طبعا، لان هو المؤتمر مؤتمر امراض قلب يعني قبل ما يكون مؤتمر جراحه القلب. دكتور، عايزين نسأل حضرتك جديد في مجال جراحة القلب؟ احنا جراحة القلب بتتطور بسرعة كبيرة جدا، يعني هي جراحة حديثة يمكن احدث من اي جراحة، انتظرت طويل قوي عشان التكنولوجي بتاعها يظهر، يعني هي تعتبر جراحة ابتدت متأخر عن بقية الجراحات لغاية ما اتحلت المشاكل بتاعتها. لكن في يمكن في العشر 15 سنة اللي فاتت قدمت قوي، في تقدم شديد وفي تكنولوجي جديد جدا نزل وابتدوا يعني يبقى في طفره فيها كبيره، وتركز الطفره الكبيره اللي موجوده في السنوات اللي فاتت دي على الجراحات القلب من التدخلات البسيطه او الجروح الصغيره. يعني تملي دلوقتي الجراحين بيحاولوا يقللوا حجم الجرح بحيث يبقى في نوع من الاستشفاء والنقاهه اسرع للمريض، الم اقل، نقاهه اسرع، عوده للعمل بصوره طبيعيه في وقت قصير. بنفس الوقت لازم تكون العملية برضو تكون على كفاءة، نفس الكفاءة بتاعت الجراحات اللي هي الجراحة التقليدية اللي كنا بنعملها في السنوات اللي فاتت. طبعا كان لازم المؤتمر يمشي في الاتجاه ده، هو الاتجاه اللي ماشي، فالمؤتمر ركز والجلسات بتاعت جراحة القلب وجراحين القلب ركزوا على هذه النقطة، وابتدى يبقى في يعني مناقشات مستفيضة وتبادل الخبرات، يعني في جامعات يمكن سبقت جامعات تانية، في مستشفيات ابتدت ومراكز سبقت شوية، فابتدى اللي يحصل تبادل الخبرات في هذا المجال. واعتقد انا على المستوى الشخصي يعني انا استفدت كتير جدا من الجلسات اللي كانت موجوده والمناقشات اللي كانت اللي دارت اثناء يعني المؤتمر، وربنا يوفق يعني الجميع ان شاء الله. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور. انا اللي شاكر جدا على السفر. شكرا جزيلا. شكرا.